بنات عاملين ايه؟ ازيكم احلى مشاهدين واحلى متابعين مطبخ ميربت؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده جايه لكم فيديو جديد، هنعمل مع بعض صابونه حلوه جدا 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 يا بنات، البشره مفتحه جامد للبشره ولاي نوع بشره، الجافه الدهنيه حلوه قوي البشره. صابونه الجمال، صابونه روعه يا بنات، صابونه الخيار حلوه قوي يا بنات البشره. هنضيف عليها مكونات تانية، هتعلي معايا نوع الصابونه جدا. الصابونه دي بتاعه التجميل، الممثلين كلهم والفنانين بيحبوا يستعملوا صابونه الخيار دي، لان بتفتح البشره بتوحد البشره وكمان بتزيل البقع السوداء واي رواسب في الوش، اي بقعة داكنة في البشرة بتشيلها تماما من البشرة خالص. حب الشباب بتقضي تماما على حب الشباب والبقعة الداكنة اللي في البشرة. فصابونة يا بنات حلوة قوي وبتجيب من الاخر تصدقوني، وبعدين هي بيشتروها غالية جدا، احنا هنعملها في البيت بحاجة بسيطة جدا، مكونات بسيطة وسهلة وبسيطة ومش هتاخد معنا وقت ولا مجهود. زي ما انتوا شايفين هي خيارة واحدة، المكون بتاعنا خيارة، وهقول لكم على بقية المكونات بتاعتنا ايه، حاجة سهلة وبسيطة ومن بيتك. يلا بينا نخش على الفيديو عشان ما طولش عليكم، بس ياريت قبل ما اخش على الفيديو ياريت تشرفوني لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، وضروري تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمى الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف مكوناتنا ومقاديرنا. هنسمى الله يا بنات وهنبدأ الفيديو بتاعنا. انا معايا خيارايا كبيره، تمام، زي ما انتم شايفين خياره كبيره مش صغيره، تمام. معايا صابونه هنا 50 جرام، 50 جرام يا بنات صابونه، او لو مفيش صابونه 50 جرام ممكن ناخد نص صابونه ايا كان اي نوع صابون، ما تتوقفوش يعني. عندكم دوف ماشي، صابون الجريسلين ماشي حلو قوي برده، اي صابون عادي بس صابون للوش، تمام كده. انا معايا دي صابونه 50 جرام، تمام. معايا كوبايه مليانه من ماء الورد، اي كوبايه عندكم، تمام كده، كوبايه من ماء الورد. ماء الورد ده يا بنات بتاع التجميل مش بتاع الطعام، اهو بصوا انا قلت اوريها لكم عشان تبقوا برضو ايه عارفينها، ماء الورد بتاع التجميل مش بتاع الطعام، تمام كده. ومعايا خياره، دي مكوناتي سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات ولا حاجه، وحاجه بسيطه جدا من بيتك. هنبدا الفيديو بتاعنا على بركه الله. هحط كوبايه ماء الورد في شقشق الخلاط اهو بصوا، تمام كده. وبعدين هقطع عليها، هشيل بس الجزء ده اللي فوق والجزء اللي تحت اهو. بسم الله بقطع الخياره تقطيع عشوائي اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجه سهله وبسيطه وصدقوني حاجه حلوه قوي للبشره. انتوا عارفين لما يكون البشره مثلا حد مخبوط او ابنك اتخبط في وشه بعد الشر او حاجه وزرقت، على طول بنجيب خيار ونحطها بيضيع الورم بتاعي على الزرقان الحاجات دي. الخيار ده حلو قوي يا بنات البشره، وكمان حلو قوي للتجميل، تمام كده. هحط بقى مكون تاني ما قلتلكوش عليه، هقول لكم عليه دلوقتي. معلقه من النشا او المايزيما او كورن فلاور، تمام، يعني كل بلد ليها اسم عندها، كورن فلاور معلقه واحده، تمام. النشا حلو قوي يا بنات، بتدي تنعيم للبشره، بتخلي البشره زي بشره الاطفال، يعني تخليها ناعمه زي بشره الاطفال خالص، تمام كده. طيب هروح انا اضرب الكلام ده في الخلاط وارجع لكم تاني. انا ضربته في الخلاط يا بنات بالشكل ده، بصوا ناعم جدا ازاي، انا مش محتاجه ان انا اصفيه، انتوا لو مش عاملينه ناعم ممكن تصفوه، بس انا ضربه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا الخيار ناعم جدا مش محتاج يتصفى معايا، عشان كمان استفاد بكل فوائد الخيار. فوائد الخيار دي يا بنات لو اتكلمت عليها، انتوا عارفين فوائد الخيار كتير قوي للبشره، فوائدها كتير قوي للبشره. يا بصوا هعمل ايه دلوقتي، هجيب معايا طبق زي كده، تمام، بسم الله، هنزل بيه الخيار بتاعي اهو، تمام، نزله بس كده خلاص كده، تمام كده. وبعدين هروح ارفعه على البوتاجاز، تعالوا معايا على البوتاجاز. وقبل ما ارفعه على البوتاجاز لغايه الميه ما تسخن، عشان انا هعمله حمام مائي. هعمل ايه دلوقتي، هنزل بالصابونه بتاعتي ال 50 جرام اللي انا قلت لكم عليها، بسم الله، هدوبها كويس قوي واشربها من الخيار، تمام، هنزل بكل حاجه فيها كده، مش هسيب حاجه خالص كده. 50 جرام يا بنات زي ما قلت لكم، عشان بيسالوني في التعليقات ببقى قايله المقادير بيقولوا لي لا لازم بالجرامات، تمام.
وهقلبها كويس جدا بالشكل ده. لازم ادوب الصابونه لغايه الميه بتاعتي ما تسخن، لان انا هعملها حمام بخور، على حمام البخور تمام كده. فضروري ان احنا نقلبها كويس جدا كده مع الخيار، تشرب من ميه الخيار خالص اهو تمام اهي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو كده. طبعا هي ما دابتش، احنا بس قلبناها في ميه الخيار تمام كده. وهنروح نرفعها على البوتاجاز زي ما انا قلت لكم اهو. سهله جدا وبسيطه يا بنات وحلوه قوي زي ما قلت لكم للبشره، توحد لون البشره وتفتيح وتبييض وزي البقع السوداء يعني، بتجيب من الاخر. يلا بينا بقى على البوتاجاز. انا حطيتها على البوتاجاز يا بنات حمام مائي، حطيت تحتيها حله او اناء اي زي اللي موجود عندكم، حله كده وحطيت فيها ميه زي ما انتم شايفين كده، مليتها تلات ارباعها ميه، وحطيت الطبق بتاعي تمام وهقلب فيه كده اهو، بس الميه بتاعتها تسخن عشان خاطر تفك لي الصابونه. هرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه تاني، خليكم معايا لاخر الفيديو. بنات زي ما انتم شايفين كده اهي بتغلي وكده، انا مستمريه التقليب. بصوا عملت وشي مش زي من فوق، شايفين الوش ده، انا كنت مغطيه عليها الميه البخار خالص. انا دلوقتي عليت، بصوا كمان حطها على عيني صغيره خالص، هي طبق سخن جدا شايفين، شايفين البخار تمام. انا كنت مغطيه عليها وسبتها لغايه ما فكت خالص تمام. دلوقتي بقى عليت عليها وهستمر في التقليب زي ما انتم شايفين كده. بصوا الصابونه بتاعتي دابت خالص، شايفين اهو دابت خالص، بس اول ما تبتدي تعمل فرقعات تمام انا كده خلاص هطفي على البوتاجاز تمام. هبتدي اقلبها كويس جدا كمان عشان معلقه النشا ما تكلكعش معايا. كده الصابونه بتاعتي فكت تماما زي ما انتم شايفين كده. بصوا مفيش اصل للخيار خالص اهو تمام، بصوا مفيش اثر للخيار خالص، بس هبتدي هقلب فيها كويس جدا تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. اول ما تعمل فرقعات انا خلاص هقفل النار عليها تمام كده اهو. لازم نقلب فيها كده عشان زي ما انتم شايفين كده، هقلب فيها كويس جدا كده عشان خاطر بصوا هي دابت، كل حاجه فيها دابت تمام اهو كده. اقلب فيها شويه واول ما تعمل فرقعات هرجع لكم تاني. كده خلاص يا بنات تقلت معايا زي ما انتم شايفين اهي. بصوا التخانه بتاعتها اهي، شايفين التخانه ما بتنزلش من معلقه اهي، شايفين يا بنات التخانه بتاعتها عامله ازاي اهي. كده خلاص تمام قوي اهي، كده خلاص هي عملت فرقعة، بتعمل فرقعات بس بسيطه عشان انتوا عارفين حاطينها على ماء البخور تمام اهي. كده خلاص انا كده هطفي عليها، شايفين لما تمسكوا المعلقه كده تعملوها كده ما تنزلش منها بسهوله زي ما انتوا شايفين كده، يبقى كمان قوي كده اوكي. يلا بقى كده بينا هنصب الوصفه بتاعتنا في القوالب. خلاص كده تمام، بصوا تقلت معايا زي ما وريتكم خالص، فانا لازم اصبها وهي سخنه تمام، ما استناش عليها لما تبرد خالص تمام كده. انا دلوقتي معايا زي ما انتم شايفين كده قوالب دي سيليكون. لو انتم ما عندكوش اي قوالب عندكم، لو ممكن علبه الثلاجه ونسيبها شويه لما تيجي نحط في قلبها، يعني ممكن علبه الثلاجه نحط في قلبها كيس تمام وبعد كده نقطعها، ما فيش اي مشاكل يعني. اي حاجه ممكن تحطوا فيها الصابونه بتاعتكم بسم الله، او ممكن العلبه بتاعت مكعبات التلج برضو حلوه قوي، ممكن برضو تنفع تمام كده اهي. انا هصبها في القالب عشان ما اطولش عليكم، هصبها في القوالب وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. كده رجعت لكم تاني يا بنات، انا صبيت الصابون بتاعي في قوالب السيليكون، وضروري نعملها كده اهو كده اهو تمام عشان خاطر يطلع منها الهواء تمام. هي كده حلوه قوي يا بنات، الصابونه بتاعتنا ناجحه، امشوا على المقايير دي هتطلع معاكم زي الفل. انا هسيب الصابون بتاعي ساعتين وهرجع اوريكم الشكل النهائي بتاعه ايه، خليكم معايا لاخر الفيديو. يا بنات الصابون عدى عليه ساعتين بالظبط، عايزه اوريكم الصابون متماسك قد ايه. بصوا شايفين الصابونه متماسكه ونشفت معايا، وهوريكم دلوقتي هطلعها من قوالب السيليكون وهنشوف دلوقتي عملت ايه. بصوا يا بنات اهي سهله جدا، بصوا كل سهوله، بصوا شكلها عامل زي صابونه الخيار تحفه. بصوا الخيار
بصوا جميلة جدا ازاي، على فكرة عدت عليها ساعتين. بصوا القالب مفهوش اي حاجة، بسم الله شايفين حلوة جدا، وكمان حلوة اوي للبشرة. واقول لكم نستعملها ازاي عشان في ناس بتستعملها غلط، انا هقول لكم الطريقة الصح بتاعتها. بصوا شايفين تحفة اوي يا بنات، اهو الشكل ده كمان بسم الله. على بصوا فراشة اهي تمام. بس مطلعه معايا كام صابونه بسم الله، بس مطلعه كام معايا صابونه، هعدهم معاكم دلوقتي وهقول لكم اهو كده. دي كانت في البواقي الاخير اللي هي الحاجات الاخيره خالص تمام اهي تمام كده اهي. بصوا عملت معايا كام صابونه، 1 2 3 4 5 6 7 سبع صابونات. طب انا دلوقتي حابه استعملهم، هستعملهم ازاي؟ هستعمل الصابونه دي ازاي؟ طبعا الصابونه عاديه زي اي صابونه، بس احنا معليينها بالخيار والنشا. النشا تنعيم كامل للبشره، والخيار تفتيح وتنعيم وتوحيد البشره وازاله البقع السوداء، وكمان حب الشباب حلو قوي يا بنات للبشره. طيب انا دلوقتي مش همسك الصابونه بتاعتي وهعمل كده زي ما بعمل، لا كده ههدر الصابونه بتاعتي تمام، والبشره مش هتستفاد بيها بحاجه. هعمل ايه؟ هجيب الاول ميه على وشي واروح غسلاه كويس جدا تمام، واجيب الصابونه بتاعتي اهي الصابونه بتاعتي، وهبتدي اعمل دوران دوران في البشره، دوران بالصابونه كده او كده كده كده، دوران دوران في البشره بالصابونه تمام. ده تدليك للبشره، وكمان بتفتح المثانه بتاعت البشره، تخلي المثانه بتاعت البشره تتفتح معايا، وكمان بتشيل البقع زي ما قلت لكم، وبتدي تفتيح كامل من اول مره، النتيجه بتاعتها يا بنات من اول مره تمام كده. خلاص خلصت انا كده تمام، غسلت وشي بميه دافيه ودلكته بالصابونه دي، اشطف وشي عادي مفيش اي مشاكل خلاص كده. بعد كده هجيب حبه ميه، يعني مش ساقعه، ميه محفيه برده بس ميه فطريه عاديه خالص تمام، هروح شاطفه وشي بيه عشان اقفل المثانه بتاعه الوجه تمام كده. لازم يا بنات الميه الدافيه بعديها عشان المثانه بتبقى مفتوحه، اروح غاسله وشي بميه ساقعه عاديه من الحنفيه عشان المثانه بتاعه الوش تتقفل خالص تمام كده. وكده الصابونه بتاعتي اهي معانا اهي حلوه ونتيجتها. بس امشوا على المقادير اللي انا قلت لكم عليها ديت، ولا تزودوا ولا تنقصوا عشان تطلع معاكم صابونه متماسكه. طب انا دلوقتي عايزه احتفظ بالصابونه، الصابونه دي هتقعد تاني كم من نشفه؟ انا هي بصوا شايفين صابونه حلوه، ولا هحطها في الفريزر ولا هدخلها التلاجه زي ما الناس بتعملها ودخلها في الفريزر، لا مفيش الكلام ده كله. المقادير بتاعتي مظبوطه تمام كده، مش هحطها في اي حاجه، هسيبها كده لمده 3 ايام تمام كده، هتجمد معايا خالص، هتبقى صلبه خالص تمام. هي كده دلوقتي اهي تمام، ولو حابه استعملها دلوقتي مفيش اي مشاكل تمام، بس انا احباها تنشف شويه عن كده كمان، فهسيبها يومين ثلاثه تمام كده في الهواء مش في الشمس، هسيبها في هواء زي كده على رخامه مطبخ على ترابيزه السفره على اي حاجه، هسيبها تنشف في الهواء، وبعدين هبتدي بقى استعملها زي ما قلت لكم تمام كده، زي ما قلت لكم يا بنات الاستعمال بتاعها عشان هيعمل تدليك للبشره وتفتح البشره، وكمان الصابونه دي نتيجتها من اول مره. يا رب ما اكونش طولت عليكم، يكون الفيديو خفيف عليكم، يا رب اكون وصلت لكم معلومه تستفادوا منها. يا ريت اول مره اشوف الفيديو شرفني، لايك للفيديو كمان، اشتراك للقناه، وضروري تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك كتير للفيديو يا بنات عشان يوصل لاكبر عدد يستفاد منه، وشير. واقول لكم السلام عليكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وكل جديد. كان النهارده معانا صابونه الخيار، اقول لكم السلام عليكم.